GFX Academy. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في المحاضرة الثانية من محاضرات 2D Dynamics الخاصة ببلوجين نيوتن. زي ما احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني او في المحاضرة الاولانية، قلنا ان شاء الله المحاضرات المبدئية بتاعتنا او البدائية بتاعتنا او اللي هنتعرف فيها على البلوجينز هتكون اللي موجودة في موقع البلوجين الاصلي، يعني علشان مش هنلاقي مكان احسن من كده نتعرف على البلوجين الجديد. بعد كده ان شاء الله هنستغل البلوجين ده في شغلنا وتدريباتنا القادمة بإذن الله. مبدئيا النهاردة او في المحاضرة دي هنتعرف مع بعض على انواع البوديز او انواع الاجسام جوه النيوتن. زي ما اتكلمنا في المحاضرة الاولانية قلت لكم حاولوا تتخيلوا معايا ان انت بتتعامل مع داينامكس مثلا في، يعني انا بشتغل سينما 4D، فخلونا نقول داينامكس في السينما 4D. قلنا عندنا في الداينامكس في سينما 4D او في الداينامكس عامة في برامج الجرافيكس عندنا حاجة من اتنين، يا اما ريجيد بودي يا اما سوفت بودي، او يا اما الهارد بودي والسوفت بودي، يعني اجسام صلبة واجسام لينة. عندنا انواع كتيرة من التصادمات او من الحركة، وليكن ابرزهم تلات انواع اللي هم immediately، ودي لما انت بتحط ريجيد بودي لجسم معين اوتوماتيك بيبدأ يخضع لقوانين الطبيعة، خلونا نسميها مؤثرات القوة، اللي هي زي الويند، زي الجاذبية، زي مش عارف ايه، كل الكلام ده بيخضع ليه immediately مجرد ما ياخد الريجيد بودي. لو كان نوع التصادم او نوع السلوك بتاع الجسم at velocity بيبقى بيستنى ان حاجة تأثر عليه علشان يبدأ ياخد حركته او ياخد رد فعل. لو كان نوع او سلوك الجسم كان نوع انكولوجين، يبقى بالمعنى ده انه هيفضل ثابت مكانه لغاية ما جسم تاني يخبط فيه فيحصل اللي انت المفروض محضر له. يعني نفس الموضوع ده موجود في نيوتن. تعالوا الاول نجهز الكومب بتاعتنا اللي احنا هنشتغلها. نروح لكومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، واخد من بريسيت اقول له اتش دي في، ونسمي الكومب دي اللي تو، يعني ليزون تو. تعالوا ناخد تكست ونكتب جي اف اكس اكاديمي، وتعالوا نروح لكاركتر نحطها بس هنا كده عشان تبقى قدامنا، ونزود الفونت كده اهو مثلا. تعالوا برضو نروح نحط شيبس او ستار. طبعا احنا قلنا ان الشيبس مش نيوتن مش هيقراها، فاحنا ممكن نعمل حاجة حلوة قوي، نروح لير نيو سوليد ونخلي السوليد دي وليكن 200 في 200، حاجة كده صغيرة، ونسميها ستار ودبل او نعمل كليك، ونروح عند الستار تول ونضغط دبل كليك عشان نعمل ستار بالشكل ده كده، ونحط الستار دي فوق بالمنظر ده. كل ما في الموضوع ان انا هعمل كنترول دي 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 بالشكل ده كده، او تمام انا عايز ان كل الستار تبقى اللهم صل عليك يا نبي، يعني الستار تبقى تكرارها في اتجاه المحور اكس. ممكن نعمل ديب اكسبريشن صغير ونضغط بي الت كليك. الكلام اللي بقوله ده على فكره خارج الدرس بتاع نيوتن، مش موجود في الدرس الاصلي. هقول له فاليو تمام زائد، افتح قوس فتره، انا عايز اشتغل على الاكس، هقول له اندكس تمام في مثلا انا عايز يبقى بينهم وبين بعض مثلا 200 بكسل كوما 0 اللي هو الواي، واقفل القوس بالشكل ده كده. لو احنا جينا عملنا كنترول دي 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 هنلاقيه اتكرر في اتجاه المحور واي. بسرعه هشرح لكم الاكسبريشن ده انا عملت فيه ايه. كل ما في الموضوع ان انا عايز ان
لما اعمل دوبليكيت الافتر افكت ياخد رقم اللاير ويضربها في عدد معين ويعمل ازاحه في اتجاه الاكس. طيب علشان بعد كده الافتر يقرا البوزيشن الجديد من الاكسبريشن ويحطه في الاكس والواي حطيت كلمه فاليو، يعني خد لي الفاليو اللي هي موجوده في اكس وواي حاليا اجمع لي عليها رقم الاندكس اللي هو مثلا اللي هي الرقم 5 اضربها لي في 200 تمام، واعمل لي ازاحه في اتجاه الاكس بالمقدار اللي هيخرج. طبعا زيرو لان انا زيرو دي اللي هي بتمثل الواي لان فاليو المفروض بتاخد هنا اكس واي زي. طب انا شغال اكس واي ما عنديش زد، يبقى انا هحط له في الاكس القيمه اللي انا عايزها او هعوض بالقيمه اللي انا عايزها بعد كده كوما واحط زيرو علشان انا مش عايز حاجه في اتجاه الواي. همسك كل دول كده واضغط بي تمام واجيبهم كده شويه بس بالشكل ده. كل دي او دي الستارز تمام اللي موجوده عندي. طيب تمام تعالوا نروح على الجي اف اكس اكاديمي. المفترض دي التكست بتاعتنا. هروح اول خطوه لاير و كرييت شيبس فروم تكست، وقلت انا ليه عملت شيب. طبعا التكست دي ملهاش لازمه الا ان اذا كنت محتاجها انت في الديزاين بتاعك تمام. ليه انا قلت او ليه انا حولتها لشيب؟ قلت علشان اقدر ان انا اشتغل بلاير واحط او اشتغل احط لاير ستايلز زي ما انا عايز، وادي افكت للتكست زي ما انا عايز وبراحتي، بعكس الماسكس هفضل اشتغل افكتات ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني هتبقى مش اللي هي. لو انا رحت لير ستايل وجيت قلت له ستروك خلاص بالمنظر ده، وجيت خليت مثلا الستروك هقول له بواحد البوزيشن اوتسايد مفيش مشاكل، ناخد اللون خلي اللون كده زي ما هو حلو وجميل، ناخد الجراديانت اوفرلاي تمام ماشي، نخليه مثلا ريفلكتد تمام بحيث يدي الشكل الميتال ده، فاضل بس الستروك خلاص هاخده لونه بالشكل ده كده، يبقى احنا خدنا او عملنا زي ميتاليك تكست بشكل ظريف وكويس. طيب نيجي بعد كده، طبعا انت حر يعني مش عايز تعمل عمل اللي انا عملته ده ما تعملوش، هو الفكره بس ان انا بدي شكل للديزاين. ندخل على كومبوزيشن وناخد نيوتن. طبعا نيوتن اول ما انت بتفتحه بيشوف ايه هي السوليدز او اللايرز اللي مش معمول لها اوت لاين. طبعا احنا عندنا اللي مش معمول له اوت لاين اللي هي الجي اف اكس اكاديمي اوت لاينز. على واحد يقول لي طب ما انت لسه عاملها شيب، ارجع وافكرك وبفكركم للمره الالف ان الشيبس ما هياش فيكتور باثز. ليه ما هياش فيكتور باثز؟ لان ما لهاش اوت لاين. طب تعالوا نثبت كده ببرنامج تاني زي الاليستريتور. الاليستريتور لما انت بتكتب جواه تكست هل هي بتتكتب باثز؟ ما بتتعملش باثز. ليه ما بتتعملش باثز؟ لانك انت عشان تعملها باثز لازم تعمل رايت كليك تمام وتقول له كرييت اوت لاينز. اذا الشيبس في الافتر افكت ما هي ولا في اي برنامج تاني ما هياش فيكتور باثز الا لما بيتعمل لها اوت لاين. يبقى اذا نيوتن هنختار اللاير بتاعتي واقول له سيباريت، هيقوم جاي عاملها شيبس. ما اتعلمش على كرييت او اولويز كرييت شيبس. افرض جت في مره انت عايز تعملها ماسكس او عايز تعمل سكيب، فما اتعلمش على دي واقول له سيباريت تمام. هنعمل كانسل وارجع هنا تاني زي ما انتم شايفين بقى، ادي اللاير الاساسيه وادي جي اف اكس اكاديمي دوت نت. على فكره يعني ممكن واحد فيكم يستغل نيوتن ان هو بس يعمل سبليت للحروف بتاعه تكست معينه لشيبس ويشتغل بيها براحته تمام. طيب مبدئيا انا هسحب دي تحت كده عشان يعني مش عايز، طالما مش عايزها خلاص، ونخلينا مع الباقي. هرجع تاني
لنيوتن. طبعا المرة دي هيدخل على طول لان انا ما عنديش او احنا ما فيش لايرز فيها حاجات مش مفصولة عن بعضها يعني. قبل ما اخش نيوتن عايز اوريكم حاجة تانية، او عايز اوريكم حاجة اضافية عشان نشوف كل الاجسام مرة واحدة. لو جينا مثلا رحنا خدنا layer new solid وسمينا دي بول، وجيت عملت على الاليبس تول دبل كليك حاجة بالمنظر ده كده، وجيت خدتها حركتها كده كنترول زد لان انا حركت الماسك، انا مش عايز احرك الماسك، انا عايز اخد السوليد كلها كده طلعها فوق شوية، وهضغط على حرف ال هضغط كنترول دي 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 كنترول زد زد زد. طيب مش دي البول، هضغط بي عشان اجيب البوزيشن، هضغط كنترول دي. طب بيحرك اللي فوق ليه؟ كنترول زد. انا عايز اخد دي، ناخد دي ونحركها. صح، هو صح. ليه؟ لو تفتكروا كل واحده من دول كانت واخده اندكس، فالاندكس بتتغير بمقدار واحد عشان كده كانوا بيتزقوا الناحيه التانيه. طيب نروح للبول الاول، تعالوا ناخد البول دي هحطها تحتهم هنا عشان لما اعمل كنترول دي فعلا ما يتغيروش. هاخد واحده منهم بس اعملها هنا، اخد واحده كده مثلا، واخد التانيه كده، وامسك التلاته دول واضغط اس واصغر السكيل بتاعهم حاجه كده مثلا، اخد اللي في النص، اخد اللي في النص دي دي كده وازقها فوق سنه بس حاجه كده يعني. البول بقى الكبيره دي انا هضغط بي كي فريم واروح عند 4 ثواني تكون عدت من وسط دول الناحيه التانيه، يعني دي عليها او فيها كي فريم بالشكل ده كده. طيب تعالوا مثلا لكل بوزيشن من البوزيشنز بتاعه الشيبس اللي موجوده، هضغط بي واعمل الت كليك واقول له ويجل مثلا 2.5 مثلا، يعني عشان تتحرك، يعني يبقى فيه حركة لمين؟ خليها 10. نلاقي الحروف بتتحرك كده ايه كأنها زي فواصل الكوميدي. نضغط على بي برضو الت كليك كنترول في، نضغط بي الت كليك كنترول في. طبعا كان ممكن اعمل نال اوبجكت واربط كل البوزيشنز دي بالنال اوبجكت واكتب الاكسبريشن مره واحده، لكن ما فيش مشكله، ممكن والله نعملها على حرف ونسيب حرف. بي الت كليك كنترول في تمام، ممكن على حرف الام بي الت كليك كنترول في كده، هنلاقي الكلمه فيها حركة. طيب تمام قوي، حلو قوي كده، جميل. في ايه بعد كده؟ تمام، مفيش حاجة. ممكن ناخد شيب تمام، وممكن احط الشيب ده تحت دي كده،
هنا مثلا كده مثلا. ودي تعالوا نسميه لاند خلاص، وعشان الدنيا ما تتغيرش عايز اللاند ده كده عشان دول ما يتغيروش. نخش لنيوتن مرة تانية، هيقول لي ان في كومبلكس اوبجكت اللي هو الاخ ده. طيب هقول له يا سيدي كانسل تمام، وهات اللاند اللي مش عاجبك ده نشيله وناخد لاير نيو سوليد، مش مشكله السايز انا كده كده كنترول زد كده كده هنظبط السايز بتاعها، ناخده هنا كده مثلا تمام، ونسميها لاند ونخش لنيوتن تمام. طيب مبدئيا في حاجة عايز اقولها لكم، الاول نسيف لان نيوتن في الحركة دي ممكن الجهاز يهنج، هعمل كنترول اس ونسمي ده ان 2 نيوتن 2. ليه بقى؟ لان انا عايز ارفع الكومبلكستي بتاعت الفيرتكس بتاعت الاجسام نفسها بحيث الحسابات تبقى اعقد واكتر طيب تعالوا الاول هسلكت كل الكلام ده واروح بالراحة ارفع المش زي ما انتم شايفين، بصوا كده للفيرتكس وشوفوا عاملة ازاي لو انا قللتها تمام، ولو انا هو ده الايرور اللي انا بخاف منه، ان فعلا مش عارف بيدي الايرور ده كتير جدا. ممكن اقول له اجنور 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 يعني خلاص، ممكن اقول له كنسل وارجع اخش له تاني. انا عشان كده قلت ان احنا ايه نعمل سيف كفايه اول غير كده مش مشكله نكمل يعني. طيب تعالوا بعد كده نشوف ايه هي انواع الاوبجكتس اللي موجوده عندنا. مبدئيا اقول لكم خلوها في الجزء التاني عشان الدنيا ما تطولش. سلام عليكم.